مساكم الله بالخير، حياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM، ونرحب أيضا بكل المشاهدين اللي يشوفونا الآن عبر خدمة البريسكوب اللي موجودة على حساب البرنامج في تويتر، واللي تظهر أمامكم، هذا حساب البرنامج ظاهر أمامكم الآن على الشاشة. اليوم شوية قرارات طلعت من وزارة الرياضة، يعني الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مسوي عاصفة في زيارته للمنطقة الجنوبية، وراح الباحة وراح الطائف، وصدرت مجموعة من القرارات. واليوم في مجموعة من القرارات ظهرت تجاه مدير مشروع في مقر مدينة رياضية، مدير مكتب فرع وزارة. السؤال اللي يطرح نفسه، هل مطلوب من الوزير أن يذهب بنفسه ليشاهد السلبيات؟ يعني أكيد في أجهزة إدارية عليها دور، ناس لازم تقوم بهذا الدور، في أحد ما قام بشغله، فبالتالي الوزارة تحتاج أن تكون صارمة جدا في هذا الاتجاه. يعني مثلا أنا حين مثلا لو فرضنا أنا كنت وزير الرياضة، باجي أزور أندية المنطقة الشمالية، قبلها بيومين ترسل للوكلاء للوكيل، تبلغ الوكيل اللي عندك يبلغ مدراء الفروع، اللي بيجي يلاقي عنده خبص بيمشي، عشان لما تروح يعني يكون الواحد أخذ فرصة عادلة. لكن اللي قاعد يصير الآن إنه كل واحد منهم يقعد نايم فترة طويلة، وفجأة يجي تعال إيش سويت. فأتمنى أن يكون في آلية لمراقبة العمل الإداري داخل المنشآت الرياضية وداخل الأندية وداخل يعني كل الجهات اللي تتعامل معها وزارة الرياضة. أنا مشكورا الحقيقة الأمير عبد العزيز راح واستمع لمشاكل الأندية، بس الناس هذه هل تحتاج لازم الوزير يكون موجود؟ ما كان في آلية أنه كل معاناتهم دي توصل أول بأول؟ أتمنى إن شاء الله رياضتنا يكون مستقبلها أفضل وتتحسن الأوضاع، خاصة في أندية المحافظات، أندية الدرجة الأولى والثانية عندهم مشاكل طويلة عريضة يبي لها حلول. يعني مش معقول الوزير لازم يروح يشوف أرضية الملعب عشان يتأكد أنها زينة، وين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع لو في مشكلة تقوم بدورها؟ يعني الحقيقة أنا ودي أشكر وزارة الرياضة وسمو الأمير وزير الرياضة على هالزيارة، وهذه مهمة جدا، أكيد أنها كشفت له أشياء كثيرة، وإن شاء الله إذا استمرت الزيارات أنه يعني يتم إصلاح هذه الأخطاء، وعندما تتم زيارة أخرى بعد سنة مثلا لو استمرت نفس الأمور أجل في مشكلة في الآلية، القضية حتى تتجاوز الأشخاص. إن شاء الله رياضتنا من أفضل الأفضل، قولوا يا رب. نبدأ الحلقة مع العناوين. عاصفة الفيصل تطيح بمسؤولين رياضيين وشركات في الباحة. الوزير افتتح مقر عكاظ بالطائف وقرر إعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة. الاتحاد يواجه النصر في كلاسيكو عاصف تحت عنوان الهيبة. طارق كيال شغالين لحل ملف السومة والعويس وتفاهمنا مع سوزا. النصر يدق ناقوس الخطر، الأرجنتيني مارتينيز يدخل الفحص. أنباء عن سلسلة صفقات مرتقبة ترفع سقف فارس نجد لموسم 2021. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، اليوم معي بعد غيبة ماجد الفهمي، وأيضا معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض طارق النوفل، ومعي من المنطقة الشرقية محمد الشيخ زميلنا الناقد الرياضي. رحب فيكم جميعا، حياك الله ماجد. أبو أسيل أبو قصي أبو قصي أبو قصي, قصي. لا تنسى. هلا وبدر، سعد الله مساءكم، مساء السادة المستمعين والمشاهدين والزملاء طارق ومحمد. الله يحييك، حياك الله أبو عبد الله. هلا هلا أبو بدر، حييك حي الزملاء والمتابعين الكرام. الله يحييك، رحب بزميلنا طارق طارق النوفل، طبعا دائما أكلمه بالتليفون فشبعان منه. هلا أبو محمد. يا هلا وسهلا فيك.
الله يحفظك. زيادة الخير خيرين أبو بدر. صحيح صحيح. اليوم أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة توجيه يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر من خلال زيارة سموه لمرافق المدينة. طبعا في جهة المسؤولة عن الهندسية في وزارة الرياضة هي أول واحدة اللي المفروض تحاسب، ولكون هذا الخلل يمثل قصورا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة، فقد أصدر وزير الرياضة قرارا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف الأستاذ صالح بن محمد الغامدي مديرا لفرع الوزارة، علما أن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية حاليا بالمدينة. من جانب آخر أيضا، دشن اليوم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة منشأة نادي عكاظ الرياضي، وذلك خلال زيارة وزير الرياضة لمحافظة الطائف. طارق النوفل، قرارات مهمة اليوم. بكل تأكيد يا أبو بدر، قرارات مهمة جدا، والأهم من هذا كله هي العقلية الرياضية اللي تهتم بأدق التفاصيل. عندما ذكرت أنه هل من المفترض أن يكون المسؤول متواجد، أعتقد من فترة وفترة هذا يعني في الإدارة لابد أن يجعل من وجوده فالزاعل اللي قاعد ما يشتغل واللي نايم واللي يعتقد أنه في منطقة بعيدة كل البعد عن المركز اللي هو مركز الوزارة، وما في مسؤول ممكن مباشر يطلع على ما يحدث. الشيء الجميل في الأمير عبد العزيز بن تركي، وهذه كلمة حق بقولها، اهتمامه الكبير في التفاصيل الدقيقة جدا، يعني يستمع للجميع. أنا لما أقرأ في الأخبار استمع للشباب وأفكارهم إلى آخره، استمع لرؤساء الأندية ومشاكلهم، استمع إلى مطالبهم. القدرة السمعية لديه كبيرة جدا، لم يصل إلى هذه النقاط السلبية الموجودة في الصيانة إلا من الاستماع والوقوف على أرض الميدان والتأكد أن كل الشكاوى المقدمة حقيقية. السؤال يطرح نفسه الآن، هذه المشكلة صارت في الباحل، بقية المناطق الآن تخيل معي لما يسمعون هذا الخبر، وجوده وحرص الأمير وحزمه في هذا الموضوع، عدم وجود أي خلل، وأن تكون واجهة الرياضة واجهة مشرفة، ما يكون أي خلل وليس هناك مسؤول معفي من المسؤولية والمساءلة، تأكد الكل حيعمل. طيب. وأنا متأكد الآن كل حيعمل. على 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 هاشتاج البرنامج ابن عبدالله الخالدي يقول: غريب أمركم بالصراحة، إذا ما اشتغل الوزير قالوا ليش ما يشتغل. بالعكس، على كل وزير لابد أن يكون مثل وزير الرياضة الله يحفظه يا رب، لأن هناك بعض المسؤولين غير مهتمين وسلامتكم. طيب يا أخوي، إحنا ما نعترض، احنا يعني نشد على يد سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل بما قام به، لكن مش معقول ان الشغل راح يضبط فقط عندما يزور الوزير. المفروض يعني الوزير يزور يكون عنده بعض الملاحظات، ما يلاقي اللي يعني واضح من القرارات اللي اتخذها الامير عبد العزيز انه في اخطاء كبيره صارت، فلذلك اتخذ هذه القرارات. فاحنا نقول انه مش لازم لازم يكون في اليه للمراقبه، وواضح الان انه يعني في القرار المتخذ انه يقول لك مع رفع تقرير عاجل عن اداء شركه الصيانه بشكل دوري لضمان تلافي الخلل. شركه الصيانه في اداره في وزاره الرياضه مسؤوله عن الرقابه عليها، ليه ما سوت شغلها؟ هذا بس اللي كنا نقصده. محمد الشيخ. طبعا الامير عبد العزيز بن تركي قاعد يقوم بدوره، وهذا الدور ملموس ونلاحظه في تفاصيل، يبدا من أندية كرة القدم واحتياجاتها كأندية، وينطلق إلى كافة الأندية والدرجات والمستويات، حتى أندية الدرجة الثالثة اجتمع فيها، اجتمع مع كافة المناطق، تابع أمور. إذن هذا الدور الموكل له بالاهتمام بكافة التفاصيل. ولكن أيضا أنت أشرت يا أبو بدر إلى نقطة مهمة، أنا قبل لا أبدأ بمدراء الفروع وقبل لا أبدأ أيضا بشركات الصيانة، وهذه أيضا مسؤولية لأن في تنفيذ وفي مراقبة ومتابعة، ومن الواضح جدا أنه في الباحة افتقد التنفيذ الجيد وأيضا المتابعة المستمرة أو الحريصة. لكن نعم، في وكالة الشؤون الفنية يجب أن تفعل أدوارها بحيث أن هي ما تحتاج أنه الأمير بالفعل يوصل إلى هذه المناطق ثم يجد هذا الخلل. يفترض أن التقارير بشكل دوري توصل من وكالة الشؤون الفنية والإدارات العاملة معها، وبالتالي نعم الخلل يبدأ من فوق و
ينتهي إلى الأسفل، وبالتالي يجب أن نعالج الخلل من القمة حتى لا نصل إلى القاع ونكتشف الخلل، لأنه بالفعل لو راقبنا من القمة ما يحتاج ننزل ونكتشف الخلل في مثل هاللحظات. فشكرا الأمير عبد العزيز، ونتمنى من هذا وأحسن لصالح رياضتنا. ماجد الفهم وزير من الميدان، الأمير عبد العزيز وزير من الميدان، كونه يقف على كافة المنشآت بنفسه بدون، انت يمكن تقول انه لازم يكون في جهه معينه او الجهات الهندسيه او ما الى ذلك في الوزاره، في الوزاره نعم تشرب هذا، لكن في البدايه احنا الان في زمن زمن العمل، زمن حسم، اذا ما بتشتغل ستعفى وستحاسب فوقها. فاتذكر ملعب الباحه تحديدا، كوني من سكان المنطقه، قبل 25 سنه كان هو ملعب عبد الله فيصل من اجود الملاعب في السعوديه، قبل أكثر من 25 سنة. الآن تشوفها أثر بعد عين صراحة، الأرضية جدا جدا سيئة، لما نشوفها شو مباريات العين اللي تقريبا خلاص قاب قوسين أو أدنى منه يتأهل لدوري الكبار. فالمنطقة تحتاج، الباحة، نجران، جيزان، الشمال، المناطق المجمعة، حرمة، القصيم، أبها، الخميس، انتعشت بسبب الأندية اللي طلعت لها. هذه الزيارة أرى لها أبعاد رياضية وسياحية وتنموية وإنعاش للمنطقة سواء في الجنوب أو الحجاز. في على هاشتاج البرنامج سعيد يقول كنتم أول تمدحون تركيا للشيخ نقل الكرة السعودية، سلامات، وش ذي الملاعب في الباحة وجيزان؟ الله من التطبيل سابقا لتركيا للشيخ. يا صديقي، ترى نتكلم عن وزارة الرياضة، ما نتكلم عن نادي. يعني جاء رئيس نادي جديد أنت ترمي على الرئيس اللي قبله. عمل الرياضي بناء المنشآت يحتاج سنوات، ملفات كثيرة في الرياضة. فأي جهد طيب يقوم به الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مو معناته أن اللي كان قبله مضيع، يعني كلهم يكملون بعض، كل واحد يقوم بدور. وزارة الرياضة فيها 1000 محور يحتاج إلى تطوير وتعديل. الرجال عندما يأتي أحد ويطور ملف أو ملفين أو ثلاثة على حسب الفترة الزمنية اللي يكون فيها، ويجي الرجل اللي بعده ويطور، لن يأتي واحد هو اللي يطور 1000 نقطة. رجال أجيال وراء أجيال لغاية ما توصل رياضتنا إن شاء الله للدرجة المطلوبة. بكرة عندنا الجولة 29 وراح تقام فيها 8 مباريات. نذكركم بس بالمباريات اللي راح تقام غدا في دوري الأمير محمد بن سلمان. بكرة عندنا أبها مع الأهلي في جدة، في أبها عفوا، الساعة كلهم نفس التوقيت 8:35. الاتحاد راح يلعب مع النصر في جدة، الاتفاق راح يلعب مع ضمك في الدمام، الرائد راح يلعب مع الفيصلي في بريدة، الشباب راح يلعب مع الحزم في الرياض، الفتح راح يلعب مع التعاون في الأحساء، الفيحاء راح يلعب مع العدالة في المجمعة، الوحدة راح يلعب مع الهلال في مكة المكرمة. 8 مباريات تقام في نفس التوقيت. أولا يعني هذه مهمة ليست سهلة، أن تقوم بتصوير 8 مباريات في نفس التوقيت، وهذا ملف عند الشركة العالمية المنتجة للدوري السعودي. وعملية نقل وإنتاج 8 مباريات بمعلقينها وتغطياتها وقنوات البث، التلفزيون السعودي أن تعلمون هو الناقل الرسمي للمسابقات السعودية، كيف القنوات الرياضية راح تقدر تنقل 8 مباريات في نفس التوقيت؟ معنا الزميل العزيز الأستاذ غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية. مساء الخير أبو فيصل. مساء النور يا أبو بدر، الله يحييك ويحيي ضيوفك الكرام، والساعة المباركة يا غالي حبيبي، وحشتنا. جالك تسلم، إن شاء الله قريب نجيكم إن شاء الله في جدة. الله يحييك أبو فيصل. إيش استعدادات القنوات الرياضية اليوم غد؟ بكرة يوم صعب، يعني من أصعب يمكن ما مر في تاريخ الدوري السعودي. في السابق ربما مرت 7 مباريات 6 مباريات في نفس التوقيت، بس 8 أظن حدث يعني مش متكرر كثير. هو الصحيح أبو بدر أن حتى الموسم الماضي كانت آخر جولتين في بعض المباريات تحصيل حاصل. الميزة في الموسم هذا أنه 8 مباريات كل مباراة لها تأثير، سواء في المنافسة على المقعد الآسيوي أو في الهروب من الهبوط. فبالتالي كل 8 مباريات، يعني الإخوان في لجنة المسابقات مشكورين، كان في تواصل معهم منذ أكثر من شهر أنه في حالة أنه وجود بعض المباريات يتم تقديمها، وجئنا أن كل المباريات لا حسابات معينة وكان في صعوبة، فبالتالي استسلمنا بر الواقع ورتبنا على نقل 8 مباريات إن شاء الله غدا، وإن شاء الله حتتم من نقلها كاملة على الطريقة التالية. القنوات الرياضية تملك 4 قنوات موجودة أوريدي على الشاشة بجهود من الزملاء في الشؤون الفنية في هيئة الدعوة والتلفزيون والتنسيق مع قمر عرفسات، تم استئجار 3 قنوات غدا جديدة حتبث
مع القنوات الأربع، حيث في 7 قنوات، بالإضافة إلى أن هناك مباراة سيتم بثها عبر تطبيق عبر اليوتيوب عبر القنوات الرياضية السعودية لايف كما هو معمول في دوري أبطال آسيا الفترة الأخيرة، وفي نفس اللحظة حيثبتها عبر تطبيق منصة GSA الخاصة بوزارة الرياضة جميع المباريات. إيش المباريات اللي راح تقولون على اليوتيوب عشان بس الناس تكون عارفة؟ طبعا أنت لما تأخذ 8 مباريات كل مباراة تلقى الطرفين ينافسون، طرف ينافس أحيانا على آسيا والثاني على الهبوط. مباراة الفيحة والعدالة على اعتبار أنه العدالة يعني مباراة بالنسبة للتحصيل حاصل هو الفيحة، فهي كانت يمكن الأقل فنية من 8 مباريات، حيتم بثها عبر اليوتيوب القنوات الرياضية وعبر منصة GSA الخاصة بلايف اللي خاصة بوزارة الرياضة إن شاء الله. لاحظتنا المباريات طبعا كيف هتغطونها، باستديوهات تحليلية ولا كله استديو مجمع ولا احنا بكرة برنامج الديوانية حيتحول استديو موحد من الساعة 7 وحيكون فيه 7 محللين القنوات الرياضية، وحيكون استديو حيكون 8 مراسلين من أرضية الملعب و8 معلقين من أرضية الملعب، حيكون من الساعة 7 ربط ويندو مع جميع الملاعب. اليوم عمل التست إن شاء الله مع الشركة العالمية وكانت استجابة جيدة، في تجاوب صراحة من كافة الجهات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي على أنه كيف يعني مباراة التمام تظهر بشكل مميز وأنه يعطى كل الفرق حقهم. طبعا الجولة الأخيرة الوضع حيكون مختلف فيها شوية على اعتبار هناك تتويج، فما حيكون الوضع زي الوضع غدا إن شاء الله. هذا اللي كنت بسألك يا أستاذ غانم، يعني الجولة الأخيرة ربما تكون بعض المباريات غير مؤثرة، يعني مباراة يعني على حسب النتائج اللي بتصير في الجولة 29، مباراة الهلال والشباب مثلا لو كان ما لها أي تأثير لا على الترتيب ولا على الحصول على بطاقة آسيوية، هل ممكن تتعمل في موعد مختلف في نفس اليوم عشان التتويج ياخذ أضواء أكثر ولا؟ والله شوف هذا بالنسبة لنا الهلال والشباب هي رقم واحد عندنا بغض النظر عن جميع النتائج أو المباريات أو أهمية الجولة الأخيرة، هي اللي حتكون على القناة الأولى وهي حتكون باستديو منفصل من أرضية الملعب احتفالية للهلال، وهذا حق مشروع غير قابل للنقاش. بالنسبة ل7 مباريات الأخرى في تواصل مع الاتحاد السعودي والرابطة إنه ممكن يقدمون بعض المباريات إذا كانت يعني تحصيل حاصل إنها تلعب مثلا الساعة 6 والمباريات الأخرى 8:30، بالطريقة هذه ممكن يعني يعطي مجال إنه تشاهد أكثر من مباراة، لكن ما نقدر نتكلم نيابة عنهم وكذلك ما نقدر نفتي وإحنا ما شفنا نتائج الغد. صحيح. مباريات الغد هي اللي حتحسم الموضوع، والدوري الدليل على ذلك إنه مشدود إنه إلى قبل الجولة ما زال الصراع على الهبوط، وإنت تعرف يعني حتى أنا حسابيا وجدت إنه التعاون ممكن يدخل دائرة الهبوط مباراة بكرة، وكان يعني يوم من الأيام التعاون ما كان في الدائرة، فأنت عندك 7 فرق تبحث عن الهروب من الشبح الهبوط بدوري الدرجة الأولى، وإن شاء الله إحنا نكون في الموعد ونرضي الجماهير ونكون عند حسن الظن بإذن الله. بإذن الله. تسلم، شكرا لك أستاذ غانم القحطاني مدير قنوات الرياضية السعودية، تحدث عن اليوم المشهود اليوم الذي سيقام غدا وتقام فيه 8 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان. خلينا نشوف ترتيب مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان قبل انطلاق الجولة ما قبل الأخيرة. الهلال الأول 66 نقطة، والنصر الثاني 60 نقطة، الأهلي الثالث، الوحدة الرابع، الفيصلي الخامس، الرائد السادس، الاتفاق السابع، الشباب الثامن، أبها التاسع، التعاون العاشر، الاتحاد الحادي عشر، الفتح الثاني عشر، الفيحاء الثالث عشر، ضمك الرابع عشر، الحزم الخامس عشر، والعدالة السادس عشر، والأخير. 5 مباريات غدا ربما تحسم هي مسألة الهبوط. العدالة نزل، مين اللي راح يختارون من 5 عشان يرافق العدالة؟ في جولة لا تقبل القسمة على 2، ملامح جدول الترتيب ستظهر بشكل أوضح غدا ب8 لقاءات دفعة واحدة وبتوقيت واحد. لقاء القمة واللقاء الجماهيري الأكبر في هذه الجولة بين ضيف فقد الفرصة في اللقب وضمن المركز الثاني ومضيف يبحث عن نقاط النجاة والبقاء.
الاتحاد وإن كان وضعه أفضل من الخماس الذي يشاركه خطر الهبوط، إلا أنه يبحث عن نقاط غالية من النصر لمساعدته بالبقاء قبل موقعة العدالة الجولة الأخيرة، والتي يتمنى عشاقه أن يدخلها بظروف أفضل. النصر وبالرغم من فقداره اللقب إلا أنه ما زال يقدم مستوى جيد ولا يخسر شيئا من نقاطه. الجولة الماضية لم يظهر كالعادة، ولكن لقاء الغد له طبيعته الخاصة. إن شاء الله الجمعة تكون مباراة كبيرة إن شاء الله، وإن شاء الله قدروا نديروا شي حاجه في هذه المباراه باش نبقاو باقين جوج مباريات، بحق مع النصر يكون ماتش مهم وان شاء الله نفوزوا فيه وثلاث نقاط ان شاء الله. في الاحساء يخوض الفتح والتعاون لقاء، لقاءه تعني البقاء بنسبه كبيره. التعاون ب 32 نقطه وهو الرصيد الذي بقي كما هو منذ 6 جولات بعد اخفاقات متواصله، يدخل غدا بدعم شرفي وبمدرب جديد بقياده الوطني عبد الله عسيري. انتصاره غدا يعني بقاءه والخروج من حسابات الهبوط. في الجانب الاخر فان الفتح تعني له النقاط كما تعني للضيف، حيث سيقترب من البقاء بشكل اكبر. في الرياض يلتقي الشباب والحزم، حيث يسعى الشباب للوصول للمركز الرابع، وهو ما يعني حجز نصف مقعد آسيوي النسخة المقبلة بعد أن فقد حظوظه بالوصول للمركز الثالث. أما الحزم فلا سبيل له للبقاء سوى حصد العلامة الكاملة من جولتين القادمتين وبشروط معقدة. بتنفيذ هذه السوزة يرسل عرضية، الله، والتصويبة جول. يسعى الاتفاق لمواصلة التميز مع خالد العطوي والذي منح الثقة بعد تقديم نتائج إيجابية وأرقام قياسية. الحصول على 6 نقاط متبقية تعني الحفاظ على آماله قائمة لخطف المركز الثالث المؤهل آسيويا بشكل مباشر أو الرابع على أقل تقدير. ضبك وجد الإشادة ولفت الأنظار بعد إصراره على البقاء وحصد النقاط تلو النقاط. تعادل بريء تعرض له الفريق الجولة الماضية بدرب عسير أمام أبها، ويحاول التعويض والبقاء بدور الأضواء. المجموعة السابقة هذه ما تكلمش عليها، هذه هي سبب كل هذه وجود ضمك في هذه النقطة، هذه هو سبب، هو المرحلة الذهاب والمجموعة الأولى. أما هذه المجموعة لا تلام أبدا، هذه المجموعة لو كانت من البداية اليوم رأي في المركز الثالث أقل شيء، الثالث أو الرابع. في المجمعة يحاول الفيحاء استغلال أوضاع ضيف العدالة وحصد 3 نقاط تقربه للبقاء الذي أصبح صعب بعد التقارب النقطي بينه وبين الخماسي الأكثر تهديدا للهبوط. العدالة فقد فرصته بالبقاء، ولكن لن تكون نقاطه سهلة لأبناء المجمعة. حسن الشريف على هاشتاج البرنامج يقول السلام عليكم وليد، كيف راح يتم لعب جميع المباريات الثمانية في نفس الوقت لو افترضنا؟ لا 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 تفترض، ما الافتراض مش موجود، ارجع للتغريدة، لا تفترض، ما في افتراض. يقول انه يوجد فريقين يلعبون في نفس الملعب، ليه يا اخوي؟ ما شاء الله البلد فيها ملاعب، يعني فيها ملاعب، فيها ملاعب، فيقول لك يلعبون في نفس الملعب، كيف راح تتم؟ لا، كل ملعب، كل فريق راح يلعب في ملعب، يعني تشوف مباريات الجولة 29 أبها راح يلعب على ملعبه، والفيحاء يلعب على ملعبه في المجمعة، والفتح بيلعب في الحسا، والرائد بيلعب في القصيم، والاتفاق بيلعب في الدمام، والاتحاد بيلعب في جدة. حط لي الجدول يا سيد. والوحدة راح تلعب في مكة، والشباب بيلعب في الرياض على ملعب، انتهت الموضوع. بالعكس عندنا في الرياض برضو ملاعب، تبغى تلعب وين؟ طب وتنقى ما شاء الله، في الشرقية في أكثر من ملعب، فيعني متوفر. بعدين المباريات دون جماهير، يعني حتى ممكن تقيم على ناديك يعني، فيعني لا تصير اخوي حسن تفترض. ذكرتني بواحد، والله يعني هذول السلبيين، مو طبعا حسن بس في ناس عندهم الجو هذا، تقول لي يا فلان رح سوي موضوع الفلاني بكره الساعه 12 تروح المكان الفلاني، يقول لك يا اخي يمكن اروح زحمه، وبعدين يمكن اروح الاقيهم مقفلين، يا عم اقعد في البيت يرحم والديك. النوعيه هذه جيب لك الضغط، صعب جدا التعامل مع شخص يدور 100,000 سبب عشان ما يقوم. نرجع لك يا ماجد، المباريات الخمس بكرة في 5 تحدد الهابط، من 10 حتى 15 أصلا في الترتيب الدوري، مباريات طاحنة صراحة، وتحديدا التعاون في وضع لا يحسد عليه. التعاون مفترض أنه كان نجا من الهبوط أو نجا من المنافسة على الهبوط أو الهروب من الهبوط، لكن أعتقد عندهم مباراتين صعبة أمام 2 مهددين بالهبوط، سواء احنا نتكلم التعاون مع الفتح والمباراة القادمة مع الفيحاء، وكلهم في الجولة 30 مع الفيحاء. التعاون صراحة حالة غريبة هذه السنة، يمكن ما هي بغريبة للي مطلع، لكن أعتقد المجلس التنفيذي وابتعاده عن نادي التعاون هالسنة أثر بشكل كبير على
التعاون، ولو لاحظنا كيف تبدلت المراكز بين في الديربي هناك بين التعاون والرائد، أصبح الرائد أفضل بمستويات أكبر، والتعاون تراجع بشكل غريب وفي موقع لا يعني صعب ولا يليق بالتعاون اللي تعودنا منه أن يكون منافس على الأقل في المربع المتقدم. أما بقية من زمان يا أبو بدر ما شفنا مباريات بالشكل هذا صراحة، تكلم عن من المركز العاشر حتى الخمستعشر مباريات طاحنة سواء الجولة هذه والجولة القادمة. شكرا للقنوات السعودية راح تقدم جهد جدا كبير صراحة، ثمان مباريات تنقل في توقيت واحد وبمعلقين مختلفين وبكوادر في كل ملعب. نعم. جهد كبير صراحة يشكر عليه أبو فيصل وجميع القائمين عليه. أما المقاعد من الثالث حتى الثامن كذلك المنافسة بشكل كبير، يعني على المقعد الرابع تحديدا والثالث في المقدمة للآسيوية للتأهل الآسيوية. كل التوفيق صراحة، مباريات محمسة تحتار فين تشوف، راح تشغل أكثر من جوال كذا وشاشة جوال وجوال وجوال عشان تحاول تتابع هذا العدد اللي مرة ميت بيشوف كل المباريات. الواحد لازم يطلع، يعني أنت بتقنعني أنت الجولة الماضية شفت كل المباريات؟ يعني مثلا بكرة عندنا الاتحاد والنصر، لا أحد بيفوتها؟ لا ما حد بيفوتها، لكن أبتابع الأهلي والأبها على سبيل المثال، أبتابع مباريات أخرى، ضمك أبها. طب حلو، ما دام تكلم على الأهلي وأبها مالي يدك؟ بجي طارق كيال أحس إنه الأمور طيبة إن شاء الله. طيب نروح خلينا بس رسالة قبل ما نرجع بنرجع لها بنرجع لها. هاشم حريري على هاشتاج البرنامج يقول اتحادي من جدة، هل صحيح أن النصر اشترى المتبقي من عقد العويس والسومة؟ أنا فعلا إذا فعلا انتهت الصفقة الآسيوية للنصر، إذا فعلا انتهت الصفقتين الآسيوية للنصر إن شاء الله بالتوفيق لفرقنا السعودية في الآسيوية. لا 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 لسه صحيح. لسه الموضوع هذا سوبر ماركت، ما انت داخل النادي الاهلي. اهدى هدئ اعضائك، اهدى معانا ونروح الفاصل، وبعد الفاصل هتعرف الحقيقه. فاصل وبعد الفاصل. طارق كيال يفتح قلبه للاهلاويين، السومه وسوزا والعويس. عاصفة الفيصل تطيح بمسؤولين رياضيين وشركات في الباحة. الوزير افتتح مقرا بالطائف وقرر إعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة. الاتحاد يواجه النصر في كلاسيكو عاصف تحت عنوان الهيبة. كيال شغالين لحل ملف السومة والعويس وتفاهمنا مع سوزا. النصر يدق ناقوس الخطر، الأرجنتيني مارتينيز يدخل الفحص. أنباء عن سلسلة صفقات مرتقبة ترفع سقف فارس نجد لموسم 2021. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعه جده اف ام، ونجدد التحيه والترحيب بمشاهدينا عبر خدمه البريسكوب والبث الرقمي الموجود على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر امامكم الان على الشاشه. يرافقنا اليوم محمد الشيخ معي من الشرقيه، طارق النوفل وماجد الفهمي. ثلاث مواجهات غدا، اضافه بعد ما خلصنا من الخمس مباريات اللي بكره راح تكون تحدد الهابطين، ثلاث مباريات راح تحدد المقعد الآسيوي. ثلاث مواجهات غدا ضمن الجولة 29 يختلف أطرافها عن أطراف المواجهات الخمس الأخرى في الطموح والهدف. ففي مكة يحل بطل النسخة الحالية الهلال ضيفا على الوحدة، بطل المسابقة يبحث عن كسر رقم النصر التاريخي نقطيا وكسر حاجز 70 بنهاية الدوري، بالإضافة لكسر السجل التهديفي الأكثر، ويكون ذلك بتسجيل هدف واحد على الأقل للوصول للهدف رقم 70 كأكثر نادي تسجيلا لأهداف في موسم واحد. أما على الصعيد الشخصي فلقب الهداف ما زال متاحا أمام جوميز في حال تجاوز المغربي حمد الله هداف النصر. بينما يسعى الوحدة للمضي قدما نحو المقعد الآسيوي وتجاوز التعثر الأخير.
في البحالة يستضيف أبها فريق الأهلي ويسعى الضيوف للتمسك بالمقعد الآسيوي بكل قوة، مستعينا بخبرات المشرف الجديد على كرة القدم طارق كيال لرفع معنويات الفريق وتجاوز الأزمات التي رافقت الفريق مؤخرا، لكنه سيصطدم بغياب هدافه عمر السومة بسبب الإصابة. أصحاب الأرض أبها رغم أمان مركزهم إلا أنهم يحتاجون إلى نقطة لتأكيد بقائهم موسما آخر والابتعاد عن الحسابات المعقدة والتي قد تحدث في الجولتين القادمتين. في القصيم هي فرصة الفيصل للتمسك بحظوظه بالمنافسة على المقعد الآسيوي، بالإضافة لأمل بسيط للرائد الذي يطارد مركز قد يمنحه نصف مقعد آسيوي يلعب به ملحق القارة في النسخة المقبلة. محمد الشيخ 3+5 الثمان مباريات، وين شايف ملامحها بكرة؟ طبعا قيمة المباريات بطبيعة الحال الهلال يريد أن يكسر أرقام بعد أن حقق بطولة الدوري، وثلاثة أندية تبحث أو تتصارع على المقعد الآسيوي الرابع، فضلا عن المباريات اللي من الترتيب العاشر إلى الـ15 تبحث عن البقاء. كلها صراعات، يعني ما في مباراة حتى مع فقدان العدالة للبقاء هو يؤثر على الأندية اللي يواجهها ومنها الفيحة. الهلال رغم تحقيقه للبطولة هو أيضا يؤثر على الوحدة، وبحيث أن من الممكن أن يجعل الوحدة كأن لم يقدم ما قدم طوال الموسم وهو البحث عن بطاقة التأهل للبطولة الآسيوية. على نطاق آخر، الأنظار والقلوب وكل ما يمكن وصفه على مباراة النصر والاتحاد. أنت تتكلم عن تاريخ يمكن في لحظة من اللحظات أن يتعرض لشرخ كبير لو خسر الاتحاد، وأيضا تبقت له جولة وهذا أيضا مش مضمون، وبالتالي سيناريوهات مباراة النصر والاتحاد وما بعدها مفتوحة، وبالتالي أيضا الأنظار على هذه المباراة. أقل منه التعاون اللي كنا نستبعد تماما حتى آخر ثلاث جولات، كنا نستبعد تماما أنه يدخل في حسابات البقاء أو الهبوط، رتبناها عدلناها سطرناها، التعاون كان برا الحسبة. بل أعظم الفيحة ما كنا مدخلينه بشكل قوي، تتفاجئ بالفعل لما قلنا إحنا دوري السعودي دوري قوي بكل معطياته، فجأة نكتشف أن التعاون يعني قابل أن يهبط وبقوة. يعني بكرة هو يواجه الفتح قاعد يقدم مستويات، اليوم الفتح أحد أفضل أربعة نتائجا في الدور الثاني، وبالتالي قابل أنه هو يخسر أمام الفتح ويجد نفسه في خلاص قاب قوسين من الهبوط، وبالتالي يعني جولة ساخنة تكاد تكون هي الأقوى طوال أو الأسخن، لا نقول الأقوى الأسخن طوال الموسم. احنا كنا نتكلم على مباراة اللي أهم بكرة، يكون العنوان الرئيسي بكرة مباراة الاتحاد والنصر، هو الكلاسيكو الوحيد المتبقي في الدوري. آخر فوز للنصر على الاتحاد كان السنة الماضية في جدة، فاز النصر بهدفين مقابل هدف واحد. المباراة جرت في الجولة رقم 14. عزيز يسجل الهدف الأول، حمد الله ممكن، حمد الله الآن، حمد الله جول 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 للنصر من مدرجات الأصفر والأزرق، هدف حمد الله. يا سلام حمد الله وحمد موسى هذا الموسم تعدك الآن إلى فاتي المولد الآن، جول يو ممكن اتحاد جول، وحطها في مرمى وليد عبد الله. شاهد فهد المولد، شاهد الانطلاقة، شاهد على يسار وليد عبد الله، فواز وحمد الله، حمد الله وفواز. هذه الكرة هذا قد يأتي من خلال الهدف الثاني أو يرفض فواز، جول ممكن، جول 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 رقم 12، هدف ثاني حمد الله يسجل، حمد الله يسجل. طارق النوفل، أبو محمد، مواجهات الغد، الاتحاد والنصر العنوان الرئيسي بكل تأكيد. هذه المباراة الأهم والأجمل واللي أعتقد أن الجميع ينظر لها، بعيدا عن حسابات الهبوط، بعيدا عن حسابات مقعد آسيا أو لأنه حسم الدوري وانتهى، ولكن تبقى مباراة الاتحاد والنصر أو النصر والاتحاد لها طعم مختلف جدا. الاتحاد حتى وفي أسوأ مستوياته هذا العام تعادل في الدور الأول مع النصر 1-1. الحالة الاتحادية النصروية إذا تقابلوا تذوب كل الفروقات الفنية، هناك لغة تنافسية عظيمة هنا. يعني لما يكون الاتحاد بالتحديد لأنه فريق
في خلال السنوات اللي فاتت الثلاثة الماضية كان يعاني من هبوط حاد في مستواه، لكن اللي قاعد يصير لما يقابل النصر تحديدا يتغير كل شيء، يتغير في الاتحاد، اللاعبين تجدهم عندهم تحدي خاص أمام النصر، وهذه تحدث دائما بين الفرق، بين الفرق تجد فريق قوي جدا ولكن ما أن يقابل فريق حتى لو كان في مستوى أقل فنيا ممكن يتغلب عليه ويكون مستوى أعلى، ممكن ينتصر، ممكن يخرج، ممكن يخرج حتى من بطولة. الاتحاد مواقفه كبيرة جدا قدام النصر، لذلك أنا هذا توقع ولا أمنية؟ لا لو بتمنى تكلمت في الشباب مباشرة، ما دخلت على الاتحاد وعلى النصر. لا بس لاحظتك وانت تتحدث عن المباراة يعني كان نفسيتك حلوة يعني فحس يعني تكاد تقول يعني أنا مع فلان. بيلبسك تهمة. لا 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 انا اسال يا اخي، انا اطرح اسئله. بيلبسك تهمه يا طارق، انتبه. بدر انت ما عودتني ابد على قراءه النوايا، انا نيتي سليمه. لا لا ما في، الحين كله شغال نوايا حلوه ذي. هذه المشكله. الحين يا حبيبي يقول لك شفت الفراش شلون تبسم يا اخي، ويعطيك على النيه. وانت انا بس حاليا لازم تشارك معي في المعاناه هذه. انا عارف، عشان كذا انت بتمر، انا صديت له. لا لا ابدا ابدا، بالنسبه لي انا ساستمتع بهذه المباراه كمشاهد محب وعاشق للتنافس وللكلاسيكو الكبير اللي بين النصر وبين الاتحاد. انا ما اخفيك الاتحاد والنصر، لا ارغب ان الاتحاد يسقط. والنصر المباراه في جده ما هي في الرياض. الاتحاد والنصر نعم. دائما 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 المباراه لا تخضع للارضيه باكثر ما تخضع للمجال الفني بالنسبه للفريقين. انا ساستمتع في هذه المباراه، واعتقد مثل ما ذكر اخوي محمد انه الوضع على الاتحاد كبير جدا بحسب المعلومات اللي اعرفها عن استعدادات الاتحاد. استعدادهم مختلف. طيب هل نتذكر عاد اخر فوز احنا عرضنا اخر فوز فاز فيه النصر على الاتحاد؟ نتذكر اخر فوز حقق الاتحاد على النصر كان الدور الثاني جوله 27 الموسم الماضي، وفاز الاتحاد 3-2 في الرياض. تذكرون سالفة فهد المولد والهدف الأخير من الفترات 6-0 6-0 في 97 كماتشو 4 الحسن اليامي سويد وأسامة المولد أحمد مرزوق العتيبي إبراهيم سويد. والآن على طاري هذه النتائج، على طاري هذه النتائج، على طاري هذه النتائج، تأتي النتائج يا أليكس ألكسندر الأول، ألكسندر الأول يسجل الأول من أجل الاتحاد الأول، من أجل الماضي الأول، من أجل الأيام الأولى في وقت كنا نتذكر فيه النتائج في روما اصطدمت، لكن ألكسندر في هذه المباراة المهمة والمفصلية بالتأكيد، لكن كرة خاطئة وصلت إلى فهد المولد. فهد الآن تحرك أليكس، تحرك أليكس، الله على التحرك، الله على الضربة، مستحيلة يا حميد، مستحيلة يا اتحاد، الله على لقطة. شوف الكرة، شوف التمريرة، فهد هنا يعاقب ويصنع ألكسندر والصناعة، لكن لقطة لقطة يستفيد بالتأكيد منها براد جونز أيضا ولو محنويا في عادة النصر. عرضية متابعة تصويبة يا رب، حمد الله يقول ما انتهت لسه باقي، حمد الله يقول شكرا براد جونز. كل جماهير النصر وبحث النصر عن الكامباك والعودة مرة أخرى من جديد إلى الدوري. يتقدم حمد الله، من يسجل من كل مكان لن يهدد من جديد. كرة في الجهة اليسرى، تعود الكرة الآن مرتدة، صاروا ثلاثة الآن على واحد في التمريرة، وصلت إلى الفهد، وصلت إلى الفهد، وصلت إلى الفهد، وما الدوري من غير العميد، وما الدوري من غير الاتحاد. قتلوهم في هذه الكرة، انظر إلى اللقطة، انظر إلى البيش الذي دخل ومرر وصنع وسدد. والله يهم مباراة. اي والله مباراة مباراة عنيفة 2-0. انت تتكلم الى تقريبا ربع ساعة الاولى من الشوط الثاني 2-0، النصر يرجع يعادل، الاتحاد يرجع يفوز. كانت مباراة عنيفة، لكن مباراة بكرة تكون مختلفة تماما. ليه؟ الاتحاد رغم المكافآت اللي سمعنا فيها، المكافآت المهولة لكل لاعب بكرة، لكن الاتحاد ادخل نفسه في حالة نفسية اعتقد انه من الصعب جدا انه يخرج نفسه
بكرة بالشكل شتك عاد الأمنيات ها؟ جاك شغل الأمنيات إيه؟ يلا يلا كمل شغل الأمنيات يا أخي مشكلة الأمنيات لما تقلب معلومات يلا كمل شايف كيف الحلقة الماضية قاعد أقول لا أتمنى الاتحاد يهبط يتداخل اثنين من الاتحاديين يقول يمني النفس أن يهبط يعني أنا قاعد أقول لا أتمنى يقول لك يمني النفس تبغاني أقولها الحين لا أنا أعلق بس أنا لا بالعكس أنا كني سمعت كذا يعني 200-300 ألف اتحادي هنا هنا أسيبك منه هذا يا رجال أنت جيت هنا لا شوف للأمانة أنت تتكلم عن قطبين شوف أنا أهلاوي معروف عملت في النادي الأهلي وتعرف مدى انتمائي الشديد للأهلي لكن صراحة الاتحاد في حال هبط وهو ترى أمر مش مستبعد لا في آخر جولتين ممكن بكرة الاتحاد حتى لو خسر يبقى ممكن في حال انتاج أيوة هو النتائج كله عايفيد ناس في هذا لكن تخيل الموسم القادم الأهلي لوحده تخيل ما في ديربي في جدة الأهلي راح يصارع وحيدا بقية الأندية الجماهيرية ومن هذا القبيل لا أنا أبغى أشوف وروني ترتيب الفرق بس ترتيب الصفحة الثانية من الترتيب عشان حديث ماجد الاتحاد 31 يعني كان الاتحاد الآن هو رقم 13 في الترتيب ايه؟ 31 نقطة استنى بس استنى يعني هو الخيار رقم كم 11 الحزم هو رقم 1 ضمك هو رقم 2 الفيحاء رقم 3 الفتح رقم 4 رايح للاحتمال الخامس اللي بينه وبين تأكيد الهبوط 4 نقاط أنا أعتقد الاتحاد في هذه اللحظة بهذا الرصيد الحديث عن تهديد مباشر للهبوط يعتبر يعني لا مبالغة لا 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 بالمنظر اللي نشوفه لا شوف الفروقات النقطية أنت تتكلم أيوة عن تتكلم عن 4 نقاط 31 30 29 29 أيه يعني لازم يخسر أيه ويخسر بالضبط لا يعني أنت تتكلم يعني هو لوحده اللي يخسر أنت حاطه في راسك والله العظيم أنا حاسس أنك حاطه في راسك لا لا أنت تتكلم فعلا أنت تتكلم مباريات الأخرى ممكن تؤثر بشكل وفي الجوله الاخيره يلعب الفتح وضمك يعني كله عياكل من بعضه عشان هذا اللي قاعد اقوله فاحتمال فرجاء يعني لا ركز عليها الحديث عن تهديد الاتحاد المباشر بالهبوط في هذه الجوله لا هذا حديث من الماضي الان اصبح احد المرشحين مش الاوائل احد المرشحين لايش للهبوط ولكن ليس نعم المباشر وتحكم النتائج أيه الاخرى ما هو مباشر انت تتكلم عن 31 30 29 29 الحزم وضعه صعب لو خسر واحدة انتهى ضمن الهبوط لكن تتكلم عن الأربع البقية الفيحاء ضمك الفتح انت تتكلم بقابل ضمك ضمك جالس يقدم مستويات مهولة في بعد في الدور الثاني تحديدا مع الأهلي طبعا طبعا بس مش بالضرورة اللي يخسر من اللي يفوز على الأهلي هو اللي يفوز على نفس الفريق يعني لا تعرف ما شوف لا ضمك الدور الثاني مختلف تماما عن الدور الأول نعم وبدأ بداية قوية ضمك اندفع بطريقة فنية صادمة للاعبين أنفسهم ما قدروا يتحملوا الشيء هذا وهذه مشكلة ومعضلة أنه بعض الأندية تبغى تلعب الكرة الشاملة نعم بشكل لا يتلائم مع العناصر تبعها يعني نبغى نقلد برشلونة الآن مش قادر يقلد اللي كان عليه في الفترة الماضية الاتفاق بدأ فيها في بداية الموسم حس بصعوبة تدارك الوضع والاتفاق سالفة صراحة تحتاج طول يا محمد الرجال في السالفة ها لاحظ والله ضيع الحلقة علينا ماجد ها بس دخلت في الاتفاق يا ابو عبد الله انا الحين لا ابد خذ راحتك أيه؟ خذ راحتك يا ماجد شايف كيف طيب خلاص اخليك تدفع الثمن على خذ راحتك هاي خل نروح الفاصل وبعد الفاصل باركيال يفتح قلبه للاهلاويين السومه وسوزا والعويس حياكم الله من جديد كابتن طارق هيال اليوم التقى مع الزميل وليد الخطير لكن طبعا قبلها كان وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مدينة أبها اليوم استعدادا لمواجهة فريق أبها في الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان والتي ستقام غدا في ملعب المحالة بعثة الأهلي شهدت غياب عمر السومة محمد العويس للإصابة سوزا بسبب مطالباته بفسح عقده وسافره إلى الإمارات زميلنا وليد الخضير التقى مع الكابتن طارق كيال المشرف العام على لعبة كرة القدم في النادي الأهلي وفتح معاه أول الملفات موضوع سوزا لا الحمد لله الآن اللعيبة نفسياتهم كويسة
يعني عندهم الرغبة. طب احنا عندنا مشاكل في الإصابات، وإن شاء الله خلال الأسبوعين القادمة ستزال أغلب الإصابات إن شاء الله. إنما اللعيبة الآن فيهم خير وبركة، وإن شاء الله مصممين على النتيجة هذه إن شاء الله. بس يعني في البعض يقول لك في لعيبة مو ما في راحة، ما في راحة نفسية، يجي النادي وهو مش مرتاح نفسيا. لا هذا الكلام ممكن أول من الحين كله إن شاء الله حياتهم ممتازة، أرجع أسألهم من جديد لاقيهم كلهم مرتاحين إن شاء الله. إيش الشيء اللي سويته يعني خليتهم يكونوا مرتاحين في الفترة، في فترة بسيطة؟ أنت تعرف الأسرار؟ لا يعني على الأقل بس عشان الجمهور يطمن. لا تدفع قيمتها. ما نديكم أسرار. تلاقي قيمتها حب الجمهور لك. بس قيمتها حب الجمهور لك. بس لما يذوق الجمهور يعرف يمدحك. الطباخ ما يدي يصير الطبخة حقته. أنت عليك إنك إن شاء الله بس تشوفهم في الملعب، إن شاء الله تكون نتائج جيدة وربنا يوفقهم إن شاء الله. نشوف فريق إن شاء الله من أحسن لأحسن لأحسن إن شاء الله. طيب البعض تفاجأ اليوم يعني بمغادرة سوزا إلى دبي. لا أنا مديله إذن أن يروح لأنه أهله في دبي. وسوزا وطبعا هو قبل ما أجي قيده رسل خطاب بفسخ عقده، وأنا جلست معه وحاولت أن أبدت نزلت يعني الفكرة حقته من 100% إلى 60%، والآن قرار عائلي وإن شاء الله نحاول أنه يرجع، وإذا ما رجع عاد حابين نجتهد والباقي على الله. هل فعلًا إنه طلب مثلًا اشترط إنه في العودة إنه يأخذ مستحقاته كاملة السابقة؟ شيء ولا كلمنا عن شيء ولا لا. شوف الحقوق هذه ثابتة، ما في أحد يقدر يتنكر. إحنا ما نتكلم عن الحقوق، هو كان يعني تأخير على بعض. خطأ إداري؟ ما أظن خطأ إداري، لكن اللاعب له طلبات ويمكن شاف وضع الإمكانيات اللي موجودة وال. ما كان مرتاح، عائلته ما كانت موجودة أو شيء، ولكن في أمور كثيرة تكلمنا معه. أنا رحت زرته في البيت وجلست معه وكان عامل عملية، وكان هو يعني عنده مشاكل، يقول أنا بيجيني مصابات كثير هنا ما أدري ليه، لكن سبب نفسيتي أهلي بعيد كانوا أو شيء، ولكن بدأ يخف هذا الموضوع وإن شاء الله نحاول. يعني الآن عندنا أمل إنه يرجع يكمل. مدة معينة مثلا وبركان انه يقول لك خلاص يا اوكي برجع، يا انه خلاص انتو شوف هذه الامور لازم تحلها شوية شوية. نحن حلها مع وكيل اعماله، بس فاضل عائلته، وهو هذه عائلته ونحن برضو حنشتغل، عائلته في دبي الان وصلت، فان شاء الله نحاول انه نتواصل معها ونحاول ان قرار عائلي يبغى يسووه ان شاء الله تدون جواب. بس من أهم الأشياء اللي يبغاها الجمهور يعرفها من طارق هيال، عمر السومة إيش صار في موضوعه؟ هل عمر السومة بيجلس هدي من بعد يعني الاجتماع اللي صار مع الإدارة؟ موضوع العويس، إيش قصة العويس؟ الأهلاويين الدنيا تموج فيهم كل شوي يسمعوا إن اللاعب بيروح. البلايلي وإيش قصته؟ راجع مو براجع؟ إيش اللي بيصير؟ طارق هيال يجيب على أسئلة زميلنا وليد الخضير. عمر كان بيلعب وصار يلعب، نحن رفضنا لأنه هو في آخر مباراة الشباب عمل رفع جاته زي الألم بسيط هنا، وهو يقول محل الألم وما كان رافض حتى يعمل أنتر الساونا. نحن أجبرناه أمس له يعمل أنتر الساونا، لأن أنا ما بحافظ على عمر مباراة ومباراتين، بحافظ عليه حتى في الأسوية. يعني أنا بنرسم للمستقبل، ما بنرسم للمباراة. اللي يفكر في مباراة ما يحقق شيء، لازم تفكر في بطولة، ما تفكر في مباراة. فكانت هذه هو، وكان سعيد محمد فتيل خلاص إن شاء الله ممكن المباراة الجاية يكون داخل. وسعيد سعيد سعيد ما هيحصل حتى مباراة الشرطة، وأنا كنت شفاف ونزلتها كخبر على أساس لا يصير فيها تأويل. العويس إن شاء الله المباراة الجاية يكون جاهز إن شاء الله. ما علاقة في مطالبات؟ ما له علاقة؟ لا أنا كنت كلمت معه كثير ومرتاح إن شاء الله. والعويس لاعب محترم جدا، وحتى كان في العيادة اليوم على أساس أنه على آخر بعد هذه المباراة إن شاء الله نكون مباراة الرائد تكون جاهز. بس في ممكن يجيك بعض يقول لك كلام حلو، بس إحنا زمن احتراف، اللاعب يبغى فلوس. طب من قال لك ما أخذ فلوس؟ يعني أخذ مستحقاته؟ أخذ جزء الحقيقة. حلو أوكي. طيب عمر السومة باقي؟ نحاول طبعا ان شاء الله، حتى الان باقي ما حكينا في المشكله، الناس فسروها مشترط انه مثلا عناصر جلب عناصر. حلو. يعني موجوده حتى عندي برسائل وموثقه، وبالعكس وجلسنا مع عمر، وعمر مبسوط الان تشوفه يعني نفسيته اختلفت، وتقابله الان مختلف جدا. اللعيبه كانوا يطمئنان
يبغوا يشعروا انه في احد يهتم فيهم. يعني دائما اللاعب يدور يشوف اللي حوله البيئه شخص مسؤول بيئه مريحه يقدر يرجع له يقدر يشتكي له. هل فعلا والد يوسف البلايلي تواصل معاكم؟ يعني انا ما تواصلت معهم ولا عندي يعني لسه ما دخل ملف البلايلي هذا مشكلته مشكله لان راحت له الطياره يقولوا مره ومرتين ولكن هو ما 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 حضر. يوسف ما هو جدي اللي سمعت حتى من المدرب انا جلست مع المدرب قال لي هذا مو جدي. يعني احنا ندور لعيبه ما هو الموت نبغى لاعب يجي يبغى نبغى لاعب يحرق الملعب. يعني الان حتى كون نظري فلسفتنا مع المدرب ما نبغى نجيب لاعب اسم نبغى ندرسه شخصيته وكيف تعامله وايش ايش رغبته وايش يعني الامور النفسيه مهمه جدا الان في اللاعب المحترف. طيب الاهلي ايش وضعه؟ تعاقدات القائمه الاسيويه ايش اللي قاعد يصير في الاهلي يا كابتن طارق كيال؟ وليد الخضير يطرح السؤال. البدايه اذا بديتها صح طبعا البدايه تحتاج امكانيات تحتاج عناصر تحتاج دراسه لكن احنا يعني حتى في الاسيويه كنت اتناقش مع المدرب ممكن يجيب اي لاعب يشارك معنا في الاسيويه هو محتاج لاعب معين لكن ما هو مضمون وما نبغى نتورط وما نبغى نصرف فلوس ولاعب ما يؤدي لي اللي انا ابغاه. فاذا لقينا واحد قبل يوم 7 اوكي ما لقينا خلاص نمشي بامكانياتنا الان ونرتب للسنه الجديده. طيب حد العناصر الاجنبيه في البطوله الاسيويه تم تحديدها؟ لا رفعنا طبعا رفعناها ها؟ مين باقي؟ مشوا لاعبين كثير. لا بس رفعناها خلاص رفعنا المدرب رفعها. هم اللي موجودين الان بس اذا سوزا رجع حيكون موجود سوزا اذا ما رجع حيكون الاربعه عمر ومارين وماركو مارين وساريج ولوكا مجبورين عليهم لانه ما في الا ذولا. عمر اساسي فيها عمر اساسي في الاسيويه بس البقيه هذول هم الاجانب اللي عندك الان. هل فعلا الاهلي فاوض لاعبين اجانب؟ سمعنا في محور في ظهير في والله جو اسماء كثير لكن هل احنا اقتنعنا ولا لا لسه؟ هي ما هي عملية عرض الطلب. ما في اسم اقتنعت فيه إلى الآن؟ احنا ندور خانة. أنا ما أدور اسم أنا أدور خانات. احنا أنا مع المدرب قاعد قلت له احنا ما نبغى اسم نبغى الخانة الضعيفة قاعدين نحتاج أجنحة ونحتاج إذا كان مستقبل نحتاج سنتر هاف. معلش إسماعيل عمر مع الأهلي في قالوا انه الاستاذ طارق كيال يحاول يحل مشكلته في يقول لك الاداره ما تبيه مو حل مشكلته ولا الاداره ما تبغاه ولا الاداره ما تبغاه هي المشكله مفهومه غلط. يعني انت دائما انت في اخر الموسم هذا هل عندك مكان لتسجيله ولا لا؟ انت عندك تصعيد شباب وفي عندك زياده لعيبه جايين معارين فلازم نحن لازم نمشي لعيبه وليس نجيب لعيبه. فنحن حنصفر لسه اللعيبه اكثر من 23 لاعب لازم نمشي لانه على حسب القائمه اللي انت تقدر تسجلها. ففي بعض الشباب مصعدين يمكن عنده 12 لاعب من الشباب حيطلعوا الفريق الاول حناخذ بعضهم وبعضهم حنديهم اعاره وشيء نمشي. انا عندي خبر المدرب مش مقتنع فيه يقول لك لا ما يناسب الاهلي. ما اسال المدرب هذا السؤال اسالني انا هو. طيب اخر شيء دكتور الاهلي لا بس انت عارف يعني كل شيء يجي لك شيء دكتور الاهلي ما في دكتور. لا جبنا دحين واحد سعودي من الطب الرياضي مؤقتا تعرف مشكله كورونا ومشكله الفيز ومشكله التحول فنحن شغالين على خارجي بس الان كمؤقت في الدوله السعوديه تعاقدنا مع مدرب مع واحد سعودي دكتور طبيب متخصص طب رياضي هيئ لنا من الهيئه الطبيه على اساس يرافق الفريق معنا خلال الشهر هذا. شكرا لك وشكرا لوليد وشكرا لاكس راح توحشنا انت معانا على طول معاكم على طول وتحياتي كمان للدكتور وليد بن مهري حبيبي. شكرا حبيبي. وسلطان حبيبي. ذكركم بس في مباريات الاهلي اللي المتبقيه راح يلعب مع ابها في ابها ويختم الدوري في مباراته مع الرائد في جده. طبعا الهلال ايضا وصل الى الطائف. الهلال دائما يذهب للطائف اذا عنده مباراه في مكه المكرمه. هذه امامنا حافله الهلال وصلت الى مقر بعثه مقر سك اقامه البعثه وهذا جمهور الهلال يستقبل الفريق والحافله في مقر سكنه. ما شاء الله الهلال يعني من الانديه الكبيره في المملكه اللي عنده جمهور في كل مكان
أينما حل يجد العشاق، طبعا يحتفلون فيه بتحقيق بطولة الدوري، دوري الأمير محمد بن سلمان لهذه النسخة الاستثنائية. بنتناقش موضوع طارق كيال مع ضيوفنا طارق النوفل ومحمد الشيخ وماجد الفهمي، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل وبعد الفاصل. أول دوري سعودي في عيون أبطال الدرع الأول 1977. حديث مهم تحدث به طبعا الكابتن طارق كيال، لكن خلنا نسمع صوت الجمهور. ما سمعناكم اليوم مع نقطة نظام. السلام عليكم كابتن وليد، أريدك أن تسأل ضيفك ماجد الفهمي مع ما سبب عدم استمرار لاعبي الأهلي الأجانب مع الفريق. توقعاتي لمباراة بكرة إن شاء الله بين الاتحاد والنصر، اتحادية 2-1. سؤالي موجه للإعلامي ماجد فهمي، ما هي حظوظ الأهلي الحصول على مقعد أسوي؟ طيب خلينا ناخذ بس تعليقات ضيوفنا. طارق النوفل، استمعت لحديث كابتن طارق كيان. بركان ذكي، بركان وهو يفهم كيف يتعامل مع الأسئلة. بس اللي يعرف لبركان يعرف فيه إجابات كثيرة حتى حاول يخفيها ولكن واضحة جدا. كان يرسل رسائل إن كان هناك مشاكل إدارية، عدم وجود استقرار وراحة نفسية لدى اللاعبين في الفترة الماضية، وهذه أهم أسباب وجود المطالبات، وجود عدم راحة اللاعب وإعلانه أنه يرغب بالخروج مثل السومة والعويس. أكد على أنه الفترة هذه تحتاج إلى هدوء إداري واستقرار إداري، وأنا لا ألومه، بالفعل هو صادق أنه الفريق أكثر من إدارة كرئيس نادي، أكثر من إداري قود الفريق، أكثر من مدرب، لم يكن هناك استقرار، اللاعب لا يشعر بسعادة. أنا أقرأ ما بين السطور، تحدث عن سوزا، أنا اللي قريت بين السطور أن سوزا وضعه مش يعني ما أعتقد أن راح يرجع، لأنه ربطوا بالعائلة إلى آخره، ولم يجد معه ولم يسمع إلى حل. أما للسومة كان يحتاج بالفعل لشخص مثل طارق كيال يستطيع أن يعني يرتب البيت الأهلاوي يحتويه يجد شخص قوي، شخصية موجود في الملعب يستطيع أن يلجأ له في وقت الحاجة مثل طارق كيال. أنا أشوف أفضل قرار هذا الموسم للأهلي هو رجل بقامة وخامة طارق كيال. اللي قاعد يسوي طارق كيال الآن شيء عظيم، قاعد يحمي حتى لاعبينه، وفي أشياء كثيرة أنا أعرف تصريحه ما هو بالجواب المباشر، ولكن جواب واحد ينتبه لمصلحة فريقه ما عليه من شخصه. طيب محمد الشيخ، أنا أتعاطف كثير مع طارق كيال ومع عبد الله مؤمنة، أعرف أنه تركة ثقيلة، فوضى إدارية، استلموا المرحلة بفوضى إدارية وأيضا بحاجة كبيرة للمال، وبالتالي هم مثل اللي قاعد ينفخ في قربة مخرومة ومع ذلك ينفخون من أجل أن يعني يعالجون ما يمكن معالجته. بالعكس أنا أشوف طارق كيال صادق جدا جدا في أكثر من نقطة، وشفاف، وفي أمور من خلال المعلومات أدرك أن طارق كيال رجل شفاف واضح. قضية السومة اليوم قرار في النادي الأهلي أن واحدة من أولويات النادي هو يعني حل موضوع السومة، سواء في تجديد عقده أو في حل الأمور الأخرى العالقة في العلاقة بين الطرفين، وبالتالي موضوع السومة انتهى سواء مع دخول طارق كيال أو هو قرار لمجلس الإدارة عند عبد الله مؤمنة أنه موضوع السومة منتهي. لما تتحدث عن بلايلي، الرجل صادق، أنا أعرف من معلومة أيضا ومن الجزائر أن يوسف بلايلي بالفعل لاعب غير منضبط، بل حتى في الجزائر يتكلم عنه لاعب هاوي وليس لاعب محترف، وبالتالي يجب أن لا يحمل الأهلاويين عقلية لاعب يتعاطى مع الاحتراف بهذه الطريقة للأمانة. ولذلك أنا أقول لا تضغطون أكثر في موضوع هي القضية خسرانة. بالتالي أنا أقول في النهاية الأهلي صح طارق كيال قادر انه يحسن الصوره، ولكن المعالجه تحتاج قبل كل شيء قلناها مال مال مال. يا اهلاويين كونوا صادقين مع انفسكم انه المرحله هذه ما في مال لن تكونوا منافسين لا للهلال ولا للنصر، وبالتالي اما ان تتعايشوا مع الواقع او اضغطوا على الجهات اللي يفترض تجيب لكم مال وهم اعضاء شرفكم وما ادري مين. طيب بالضبط اللي قادر يمول. طيب ماجد الفهم، لو سالتني ايش منجزات الاهلي هذه السنه هقول لك
عدد كذا تصاريح هذه السنة وتصاريح كوارثية، لكن هذا التصريح إنجازات الأهلي تصاريح السنة هذه المخرجات اللي خرج فيها الأهلي إنجازات عفوا يعني المخرجات اللي خرج فيها الأهلي هذه السنة كم عدد تصريح؟ أنا ما أذكر كم عدد تصريح من كل مسؤول في النادي، ولكن هذا التصريح أتمنى كل اللاعبين يشوفوا هذا التصريح صراحة برد كبدي أنا على المستوى الشخصي. تصريح الكابتن طارق كيال، تصريح الكابتن طارق كيال أو اللقاء هذا، وأشكر البرنامج على هذا اللقاء لأنه أشكر وليد الخضير طبعا المراسلين ما شاء الله تبارك الله في برنامج شعلة شعلة لا تنطفي ما شاء الله تبارك الله بتوجيهاتكم. الكلام اللي قاله توجيهاتنا ولا شيء يشتغلوا الحال طب ليس يا كامل الكلام اللي قاله أبو راكان فيه رسائل مبطنة نعم، وفيه صراحة مطلقة نعم صراحة. أنت تتكلم عن سوزا كونه بدون عائلة، هذه يترك التعليق لمن كان موجود في إدارة النادي. أتذكر عمر السومة لما كان في الكويت، مين اللي كان في إدارة النادي؟ هذا اسماء لا تقدر في إدارة القدم، في إدارة القدم عطني اسماء اللي جالسين يقودون، الأمير منصور بن مشعل، الأستاذ محمد الحارثي كمدير تنفيذي، المسؤولين في كرة القدم، كونها معزولة تماما عن إدارة النادي سابقا. الآن الأمور جالسة تحلحل، اللي جالس أشوفه من أبو راكان حلحلة الوضع اللي كان سابقا. في تصريح فلادان السابق اللي استشفيته من فلادان يقول أنا جالس أدور جهة عندها قرار، ما في. كان الوضع في النادي ما تقدر تقول القرار عند مين، هذا رايح هذا جاي، ما أنت عارف القرار عند مين. الآن بخبرة أبو راكان الكلام اللي جالس يقوله حمى لاعبي، أعطى دفعة معنوية كبيرة جدا للاعبي، يعني أعتقد أنه قبول أبو راكان للمهمة في هذا التوقيت مهمة انتحارية لرجل ناجح مثل أبو راكان. فكل الشكر لأبو راكان، خسروا البرنامج نعم، لكن إن شاء الله أنه كسبوا الأهلي في تعديل ما يمكن تعديله. أجمل شيء قاله أبو راكان، إذا لم نتمكن راح نلعب بالإمكانيات الموجودة عندنا الواقعية. زين لم نتمكن من إيش؟ إذا ما تمكننا من جلب لاعبين ومن هذا القبيل قبل يوم 7 إحنا مضطرين نلعب بالموجود عندنا. طارق كيال لا يملك العصا السحرية أنه يجي يعدل أوضاع الفريق ويجيب داعمين أو يجيب يعني بالتعاون مع إدارة النادي طبعا أكيد. بالضبط وهذا طيب. الجميل الأمانة هذا الجميل. أبيك يعني تجاوبني على مجموعة أسئلة طرحها المشاهد في نقطة نظام، يقول لك سؤال استمرار ليش لعيبة الأهلي الأجانب ما يستمرون؟ طبعا الوضع اللي في النادي الآن مش اللعيبة الأجانب، حتى اللعيبة الصغار، وسبق قلناها أنه لا بعض اللعيبة الصغار من شدة ما يشوفون في داخل النادي يعني خافوا على مستقبلهم، لكن الأمور إلى تحسن كبير إن شاء الله في الأهلي. طيب السؤال أيضا يقول لك عن حظوظ الأهلي في مقعد آسيا. فوز الهلال على الوحدة وخسارة كذلك أو تعادل وحدة في الجولة 30 وطبعا فوز أو تعادل الأهلي في المباراتين القادمة إن شاء الله. طيب في لقاء كان أجروا الزملاء في الرياض مع نجوم، خالد زميلنا خالد الشعبي زميل النشط خالد الشعبي في الرياض التقى مع كابتن عبد الله فودة والكابتن فهد عبد الواحد لاعبين الهلال السابقين اللي كانوا من العناصر الرئيسية في أول دوري سعودي أقيم تحت مسمى الدوري السعودي الممتاز اللي كانت نسخته الأولى في عام 1977 ميلادية 1397 هجرية، ونحن الآن نمر من الجولة من النسخة رقم 44 لهذه المسابقة. أول نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يعني كان أنه أول بطولة نتحصل عليها بوجودنا والكابتن فهد والجيل اللي معانا، فقلت لك احنا اجيال متواصله مع بعض، يعني انا حققت عن نفسي بطولتين مع الهلال عام 97 و99، وبعدين نقلت لأحد وبدات المسيره الهلاليه مستمره بحصد البطولات، ولكن سبحان الله هذه البطوله لها يعني معناها نكهه خاصه بطوله 60 هذه، لانها مرت بظروف صعبه شويه، صعبه بوجود جانك كورونا، هذه حوالي جلسنا 4 شهور 5 شهور واحنا كنا ننتظر الدوري انه يستمر. والله انا لي ذكرى فيها، يعني انا احمد الله سبحانه وتعالى احنا حسمنا بطوله الدوري قبل المباراه الاخيره، وكنت كان لي نصيب في الهدف اللي هو حصلنا عليه، وهذه افتخر فيها، لا زلت افتخر فيها اني انا حسمت الدوري بضربه راس قبل نهايه الدوري. يعني بعد عبد الواحد يرفع كورنر وبراسه جول براسه بشير ويسجل التعادل
في آخر ثانية. ذكرياتي في الدوري الأول وطبعا في بداية شهرتي في هذا الدوري اللي طبعا عرفتني بالجمهور وأشهرتني فيها هي مباراتنا مع النصر 3-3. يعني حققت فيها أني صنعت هدفين لزملائي الله يرحمه بشير الغول وسمير سلطان، والحمد لله طبعا يعني ذكريات جميلة، والحمد لله الهلال دائما امتدادا في البطولات إلى يومنا. يعني الحمد لله ما في عام إلا الهلال يفرحنا بطولة ولا بطولتين، وهذا ديدن الهلال دائما. احنا أول دوري حققناه هي بدايته اللي هو 96-97، احنا نتكلم بالهجري طبعا، وبدأنا فيها الحمد لله، وبدأت واستمرت المسيرة إلى يومنا هذا الحمد لله. لا عشق تشق فخر مثل عشقي للهلال، والبطولة ما لها غير عشقه لا لها، ناظر الموج البحر لا لطم في كل جال، يشبه لقام يلطم نوادي جالها، يشبه لقام يلطم نوادي جالها. حمد الشيخ، جيل ورا جيل وأجيال تلحق أجيال. بالفعل الهلال نادي كبير وأجيال عظيمة مرت على هذا الكيان، ولكن هذا الجيل هو الجيل الذي رسخ عظمة الهلال على الكرة السعودية. هذا الجيل اللي هو جيل عبد الله فؤاد العمدة، جيل بشير الغول اللي جاي من القادسية، جيل عبد الرحمن القصاب شمروخ اللي جاي من الترجي، هذا الجيل اللي أعاد الهلال بعد غياب. طبعا الترجي السعودي وليس الترجي التونسي. نعم، الترجي السعودي من القطيف، كان عبد الرحمن شمروخ واحد من أميز اللاعبين، بشير الغول كان واحد من أميز اللاعبين في القادسية، عبد الله فودة واحد من أميز اللاعبين، فكوكب من اللاعبين دعموا المجموعة الموجودة وحققوا أول دوري سعودي سنة 1977. من هذه اللحظة انطلق الهلال يسجل نفسه النادي الأول في السعودية، واليوم هو النادي الأول في آسيا. فجيل بالفعل يردف جيل وتكون هذا الكيان الذهبي الكبير. في أبطال للدوري هبطوا إلى الدرجة الأدنى أو تهددوا بالهبوط. تعال نشوف هذا التقرير اللي يرصد مين الأندية السعودية الكبرى التي سبق لها أن حملت اللقب وهبطت أو تهددت بالهبوط. تشهد النسخة الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ظاهرة نادرة ربما تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة. الاتحاد والفتح هما أبطال هذا المشهد النادر. الاتحاد صاحب الثمانية ألقاب في مسابقة الدوري، والفتح بطل المسابقة في 2013 يتنافسان في سباق الهروب من الهبوط، ولم يسبق للمسابقة أن شهد التهديد بطلين سابقين بالهبوط في نسخة واحدة. سبع أندية تناوبت على حصد ألقاب بطولة الدوري السعودي، خمسة من هذه الأندية سبق لها الدخول في دائرة الخطر من الهبوط. بطلين سابقين سبق لهما الهبوط للدرجة الأولى، حدث ذلك مع الشباب الذي هبط عام 1978، والاتفاق الذي غادر المسابقة إلى الدرجة الأولى في موسم 2014. عام 1988 عاش الأهلي تجربة سباق الهبوط من الهبوط، لكنه أنهى موسمه في المركز التاسع برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أحد صاحب المركز قبل الأخير. النصر عام 1993 لم يكن في أفضل حالاته وعاش معمعة الحسابات الصعبة للهبوط، لكنه نجح في نهاية المطاف من احتلال المركز التاسع برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط. بعدها بثلاث سنوات الشباب خاض ذات التجربة، لكنه هو الآخر نجا من الهبوط بتحقيق 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن التعاون صاحب المركز قبل الأخير. في 2007 النصر للمرة الثانية كان مهددا بالهبوط، لكنه خرج من المأزق بفارق 3 نقاط عن الفيصل صاحب المركز قبل الأخير. موسم 2014 شهد هبوط أول بطل سابق وتحديدا الاتفاق الذي غادر المسابقة إلى الدور الأولى عندما احتل المركز قبل الأخير. 2017 كاد الاتفاق أن يكرر مشهد 2014، لكنه نجا بفارق نقطة واحد عن الباطن الذي اتجه إلى ملحق الصعود والهبوط.
في الموسم الماضي كان الاتحاد بطل المشهد وعانى كثيرا حتى نجح في البقاء بانتصارات الجولات الأخيرة الذي جعلته عاشرا بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الخطر. اليوم تبقت جولتان والأعين تتجه صوب بطلين مهددان بالهبوط، الاتحاد ذو 8 ألقاب دورية والفتح صاحب اللقب الوحيد. طارق النوفل، التاريخ يعني استرجع فينا محطات كثيرة، يعني شوف كم نادي حتى من الأندية الكبيرة تعرضت لتهديد الهبوط، من الأندية اللي هبطت طبعا الشباب هبط قبل أن يحقق بطولة الدوري، الاتفاق لا صحيح هبط وهو حامل لبطولة الدوري، الاتحاد تهدد وهو حامل للقب، النصر تهدد مرتين والأهلي تهدد مرة، يعني على يعني ماني عارف بعض الجمهور كل واحد يحاول يطقطق على الثاني، ما كله مر بهذه المرحلة. بكل تأكيد التاريخ لا يمكن أن يعفيك من مسألة الهبوط أو أنك تكون مهدد بالهبوط. كرة القدم ما تعرف اسمك أو تاريخك أو من يكون معك، كرة القدم تعترف باللعب والعمل المؤسساتي. في عندي سؤال بسيط جدا ممكن أطرحه، الآن تتحدث عن كلهم هذول من الفرق الكبيرة، لماذا الهلال لم يكن موجود معهم؟ عمل كبير جدا خلال سنوات طويلة وأجيال بطريقة ذكية جدا تبعد عن مناطق الصراع ومناطق الهبوط بشكل عام. هذا درس أنه حتى الاتحاد أعطانا درس. ليش نتحدث عن الاتحاد؟ لأنه أقرب شيء لنا هو الاتحاد، ذاك الفريق الكبير جدا اللي استطاع أن يحصل على كأس أبطال آسيا في دوري أبطال آسيا في مرتين متتاليتين، لعب في كأس العالم وكمرشح مرة ثانية ومع ذلك يهدد بالهبوط. أضف إلى ذلك عندك يعني بعيد عن مسألة الدوري، التعاون العام الماضي استطاع أن ينتصر على النسخة الماضية استطاع أن ينتصر على الهلال بالخمسة واستطاع أن يحصل على كأس الملك والآن مهدد بالهبوط. كرة القدم لا تعترف إطلاقا بالتاريخ أو بالمدرج، كرة القدم تعترف فقط بالأداء داخل الملعب وفي المكاتب المغلقة، إيش اللي قاعد تسويه، إيش اللي قاعد تعمله. لا أحد يقول لي أني أنا فريق معفى. فلذلك اللي قاعد يصير الآن دورات تمر على كل الفرق تقريبا، هذا لا يعني أنه أي فريق يهبط، قد يهبط الاتحاد وقد يهبط الفتح وقد يهبط التعاون وقد يهبط الأندية، كل هذا أنا أبعدها من معيار الكبار. الكبير هو اللي يستطيع أن يحافظ على اسمه كمنافس مستمر بس لابد أن تمر الفرق ببعض المطبات. ما في فريق يقعد 30 سنة يا أخي منافس، ما في فريق يقعد 10 سنوات بحالة واحدة، ما في فريق يستمر 5 سنوات وهو في الصدارة. يعني بس أنا عطيتك مثال أبو بدر. الأجيال تنتهي ويتم تجديد، في أندية تلحق على قولتهم يلحم تجديد الجيل، وفي ناس يكون فيها فجوة زي بعض الأندية الآن اللي تمر بهذه الفجوات الإدارية. أبو بدر، الفجوات الإدارية اللي قاعدة تصير، الصراعات الإدارية اللي تصير بين إدارة سابقة وإدارة لاحقة، ويكون من الخسران؟ الخسران الفريق أو الكيان بشكل عام. هذه الصراعات هذه لا استحالة ممكن تجدها في الهلال. عطتك مثال أنه ما تجد فيه الصراعات طيب. هذه موجودة إطلاقا. لهذا السبب أنه يوم قلت أنت كل الفرق إلا الهلال، ليه؟ الهلال مثال حي ممكن أن نرجع له ونستشهد فيه ليش الهلال ما يهبط مستواه ويكون قاب قوسين وأدنى من الهبوط. خلنا نخلص من هذه الحالة اللي ممكن نرجع فيه لكل الفرق. طيب نخلص من الهلال نروح للثاني، محمد الشيخ رأيك. لا رأيي طبعا ما مر على الكرة السعودية أول شرخ في بنيان الكرة السعودية مثل هبوط الاتفاق بكل أولوياته بكل بطولاته ما مر على الكرة السعودية. حتى الشباب كان عام 78 لسه الشباب ما تكون الفريق المنجز الكبير. ليش الهلال اليوم ما يتعرض له؟ لأن هذا مش مسموح، مو كيف أي رئيس ممكن يدخل الهلال في مأزق، مش مسموح. يعني خلني أسترجع معك 2003 الأمير عبد الله المساعد أحد أهل يعني الاتحاد يعني الهلال. الاتحاد يعني تقنعني الاتحاد مسموح إنه يتهدد بالهبوط؟ معلش سوري، يعني أنا لا أتفق معك. إحنا نقول مش مسموح، جمهور الاتحاد يقول مش مسموح، ولا كبار الاتحاد ولا ما بيدهم، بس الاتحاد مسموح. العبث الإداري اللي يصير في الاتحاد معناته مسموح، العبث الفني اللي يصير في الاتحاد معناته إنه ناس يعني تبي الاتحاد مو تبي، يعني قابل ان هي بس التاريخ محمد، يعني لما استعرضنا التقرير يتحدث عن تجربه للاهلي كان مهدد،
تجربتين للنصر كان مهدد. بالتالي لما نستعرض هذا التاريخ نجد انه ما يحدث نادي الاتحاد لا يعتبر عار، يعني هو امر مر في النصر ومر في الاهلي ومر في الشباب ومر في الاتفاق، وكلها انديه كبيره ذات قيمه. الفتح بطل الدوري، يعني خلينا توصيف كلمه عار قد يعني لا الجمهور يرى الجمهور الان يتعامل معها بهذه الصفه، ولا الكره ما فيها عار. يعني انا اقول لك يعني توصيف عار وان كان شوي صعب، لكن لما نجي له اعلاميا نعم عار ان يمر نادي مثل الاتحاد بما يمر فيه مع وجود هذه الرجالات الموجوده الاتحاديه، عار ان يمر النصر بكل تاريخه، عار نعم نعم لا يمكن امررها واقول لا 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 يمكن. الاهلي بكل عظمته عار ان يصل الى هذا الحال، لا يمكن نقبل بهذا الامر كمنتمين لهذا النادي. الهلال اضرب لك مثال 2003 بطل كاس ولي العهد، عمل الامير عبد الله بن مساعد عمل عظيم، يخسر باربع اهداف تقوم القيامه ما تجلس. طيب. وبالتالي نعم في انديه غير مسموح ان يصلوا منها الهلال. اروح الفاصل وبعد الفاصل النصر مشعللها، القميص الأصفر يجهز فريق لا يقهر للدوري. حياكم الله من جديد. النصر مشعلل الدنيا من البارح، النصر مشعلل الدنيا من البارح. الأرجنتيني نيكولاس مارتينيز يعني في طريقه إلى النصر السعودي، اللي في لقاء مع السيد دارين أبلز رئيس نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، تحدث عبر لقاء في قناة النادي يتحدث عن تأكيد الموافقة المبدئية لانتقال اللاعب مارتينيز للنصر السعودي. What can you tell us about these reports of a sale involving Pity Martinez and Al Nassr? Hi, Mark. Yeah, I can confirm there's a deal agreed in principle. So what that means is obviously in principle the deal's agreed. Pity still has to pass a medical, but that means that the player won't be available tonight. And you know, for us, it was something the player wanted. It was a chance for him. You know, he wanted to make that move. So for us, you know, it's a chance for us to now do this deal, assuming it goes ahead, and then we'll look to replace. What a day this has been. Darren confirming that there is an agreement in principle to sell Pity Martinez to Al Nassr of Saudi Arabia. Martinez, وش بيسوي مع النصر وما هي قصة الصفقة؟ نتابع هذا التقرير. ماجد الفهمي، النصر ناويها مشعللها من فترة. سمعت عادل الاهلاوي مشعللها عبد الفتاح لسه حرتها موجودة. بس انتم طيبين تسكتون كويس. لا شوف يعني للامانة شوف رياضية. لا شوف اي نادي راح يتعامل مع الاهلي بتعاقدات من تحت الطاولة والله لا اتكلم عنها بدون، لكن النصر للامانة الطاولة لا صفقة انتقال لا اتكلم مفاوضات ما قبل الفترة الحرة وما الى ذلك، لكن للامانة نادي ثاني والله كان لا والله لا والله شوف 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 انا اعرف كافة التفاصيل. لا احنا احنا في قضية عبد الفتاح نتكلم عن مارتينيز ولا عبد الفتاح؟ كان في تعامل حبيبنا عبد الفتاح كان في تعامل ادبي جدا عالي لاقصى فرصه حتى بعد توقيع العقد للامانه. انا شاهد على باقي لي دقيقتين انا انجز طيب. دقيقتين بس ابغى اتكلم عن شيئين. سؤال، الهلال ليش ثابت يا اخوي؟ نتكلم عن مارتيني يا لطيف. لحظه ماجد، طارق النوفل طارق لا خلص المحور هذا ولا طارق النوفل ماجد بتسولف على سمحت لي. هذا اللاعب اول شيء الغريب هذا اللاعب هو قيمته اللي تم الاتفاق مع 18 مليون دولار، وكتبت عنها بالامس عن طريق المصدر اللي ازعج بعض الناس. ولكن هذا اللاعب اللي يميزه انه لاعب طرف يسار وصانع لعب، وهي الخانة اللي يحتاجها بعد خروج جيليانو. اضف الى ذلك عنده مشكله في خانة الطرف اليسار. الجميل فيه انه لاعب صغير سن، اغلب النجوم اللي يجون للسعوديه هم نجوم أعمارهم فوق 30، هذا لاعب عمره 27 سنة. العمل في النصر
اكتساح وعاصفة أعتقد الموسم القادم إذا أخذنا إحنا بالأسماء وبالمستويات قاعد يقدمها الآن هذا اللاعب وغيره في أنديتهم قبل ما يجون، مثل أحمد موسى توقعنا أن يأتي لاعب يكسر الدنيا، ولكن في الأخير أصبح هو أقل لاعب عطاء في أجانب النصر، وصدم النصراويين قبل ما يصدم المتوقع. طيب محمد شيخ، أنا أنظر للصفقة من زاويتين، زاوية الأولى القيمة المالية، يعني آخر انتقال من ريفر بليت الأرجنتيني إلى أتلانتا يونايتد كان ب 13,200,000 يورو، فقرابة 60 مليون ريال. بالتأكيد النصر حيدفع كما أتصور مبلغ أكبر، لأن اللاعب قاعد يحقق مستويات جيدة مع نادي على مستوى أمريكا الجنوبية اللي هو واحد من أهم الأرقام وأصعب الأرقام، وبالتالي القيمة قد تشارك على 70 مليون ريال ممكن. بس ما في شك أنه يشكل قيمة للدوري السعودي وإضافة مهمة جدا. نعم أيوة. إذن هذا الزعم، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي للاعب المحترف في الدوري السعودي نعم. وأيضا للأندية المنافسة، يعني يا هلال يا أهلي يا اتحاد يا شباب يا اتفاق، معناته من يريد أن ينازل هذه الأندية يجب أن تتوفر عنده هذه الملاءة المالية. الجانب الثاني الجانب الفني، اللاعب ما يحتاج نعم. من ريفر بليت إلى أيضا الفترة القصيرة اللي لعبها مع المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الأمريكي، هو لاعب ذو قيمة فنية عمره 27 سنة قاعد يقدم مستويات، وبالتالي هو قيمة فنية كبرى للدوري ولهذا النصر. ماجد الفهمي، بدون شك صفقة تمثل شيء كبير للنصر، تغير موازين المنافسة، تغير موازين الطموح والمنافسة. النصر ما يخطط على الدوري السنة الجاية، ما يخطط على الدوري، يخطط على آسيا. أي نعم يبغى آسيا، الأصفر دا ناوي على القارة الصفراء، ممكن يمر في التصفيات الحالية. بالضبط أنت تتكلم عنه يبغى يأسس من الحين، يعني يجهز فريق لديسمبر، ويجهز الفريق لديسمبر. وحتى التعاقدات ما اكتفى النصر، في كذلك في تعاقد من الدوري الإيطالي جاي أعتقد لنادي النصر، حتكون أعتقد أنها بتكون أقوى من مارتينيز. لعب على كبيرة، أعتقد أنها بتكون أقوى من مارتينيز. لكن باقي نقطتين أبو بدر بتكلم فيها. لما نتكلمنا على الهلال، ليش إنه ثابت الهلال؟ لا يمكن في كلمة قالها أبو عبد الله جميلة، لا يسمح بأن يمر جيل، خلينا نلطف الكلمة، جيل سيء في الهلال. الهلال من أجود الأندية اللي طوال تاريخها ما مرت فيه أجيال سيئة، يليها الأهلي ثم الاتحاد تقريبا ثم النصر، لا يمكن على الشباب قبل حتى الاتحاد والنصر أشوف. آخر نقطة بتكلم فيها أبو بدر، سالفة 1977 هذه يبغى لها موضوع كبير. ليش يبغى لها وقت أطول؟ ليش؟ لأنه أعتقد اللي يدور المصلحة وتاريخ الرياضة السعودية لازم يقف في النص ويشوف مصلحة الدوري السعودي كيف كانت. ليش؟ الدوريات اللي من حولنا كل الدول تأسست بعد تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كيف عندها دوريات قبل الدوري عندنا؟ كل الدول في إيطاليا إنجلترا تأسست قبل الاتحاد الفيفا 1905، هم تأسسوا في 1800. كيف حسبوا الدوريات؟ صنعوا تاريخ. في فرق بين بطولات الكؤوس ايه والدوري. الدوري فكرة الدوري مش في السعودية، في العالم كله، ما جت إلا متأخرة. بالضبط، ترى في البداية كان فيها تصفيات تؤدي في النهاية إلى إقامة مباراة كأس. بالضبط، بس إذا اتبعنا اللوائح الحالية ومقارنتها بما سبق، احنا ندور المصلحة، ترى ما نتكلم عن بس شوف نادي. انا لا انكر وجود وجهات نظر ثانية في هذا القرارات، لكن السواد الأعظم والجهات كلها الرسمية في المؤسسة الرياضية متفقة لا ان الدوري السعودي معروف متى بدأ. تقدر تعيد ما تم اختراع البطولات A و B و C، تم تصنيف اختراع اول مره تصير في تاريخ الرياضه في العالم كله، بطولات A وبطولات B وبطولات C لاول مره. ما حد قال الكلام ذا؟ لجنه الترك الخليوي لا ما إيه؟ ما طلع بيان طلع بيان من وزاره الرياضه وهيئه الرياضه من لجنه الترك الخليوي؟ اللجنه لسه ترفع. ايوه تتكلم. طب من حق يعبر، بس هل صدر من الوزاره أو اتحاد القدم بيان رسمي؟ ما أقيم لم يصدر أي معلومة من الاتحاد السعودي إلا مرة واحدة. ياسر المسحل لما صرح عندنا هنا قال الدوري بدأ 77، لا قال أعتقد أوكي قال أعتقد، لكن هذه المسألة مطروحة يا أبو بدر. يعني أنت الأهلي متى تأسس؟ 37 ولا تعتقد؟ لا مؤكد، لا مؤكدة. طيب كويس. لا أنت تتكلم عن أول دوري إحنا اللي يشوفوه المؤرخين باختلاف ميول. ما راح ادخل في شوف باختلاف، بس انا لا انكر وجود فكرتي، انا لا انكر وجود وجهات نظر، لا تضيع فكرتي، بس السواد الاعظم معروف الدوري كثير. لا مو السواد، احنا لا نسوق
الى 1977 هي في وجهات نظر في بطولات اخرى وليست الدوري السعودي الممتاز. مؤرخين بميول مختلف بشتى الميول يؤكد ان الدوري بدا عام 1957 وكان دوري في الدوري نقطي وبالمقابل كاس. من يشارك فيه؟ شارك زي الدوري الايطالي شارك فيه اربعه في اول موسم وفي مكان واحد في محافظه واحده. يعني وحسب اجل نجي نحط هذا ربع دوري وهذا ثلث دوري وهذا لا 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 ليش في ايطاليا حاسبينها؟ ما في دوري ايطالي حاسبينها. لا احنا نحب نختار. هم يسوون اشياء بعد الايطاليين اشياء ما نقدر نسويها. الاتحاد الاتحاد السعودي اذا يبغى يرفع من تاريخ تاريخ الدوري السعودي من حقك أن تطالب. بس تاريخ الدوري بدأ 77 هذه 44 77 للتسوير لكن للتاريخ ما راح نزور للناس ونقعد نطلع لهم معلومات استضيف المؤرخين عشان ما يكون كلام إعلامي. أخذ ورق رسمي إيش دخل كل واحد يقول لك والله أنا أذكر العصر ذكر اليوم طلعت وكان في نهائي كاس كان في قرارات نقطة من 1957 كان في قرارات نقطة نظام. بالنسبة لمباراة الوحدة اليوم إيش توقعاتكم بالنسبة لمباراة الوحدة والهلال اليوم؟ والسؤال الثاني هل تتوقعون مقعد أسوي للوحدة أم لا؟ مشكلة الأهلي بعقلية اللاعب يعني توجد اللاعبين يعني ما عندهم استراتيجية بالملعب يعني إنه كرة جماعية حقيقية الهجمة المرتدة كمان ما يجدوها كل واحد بده يصير نجم. سلام يا أبو بدر وبارك لجماهير الهلال أفضل موسم رياضي في تاريخ الكرة السعودية وهني فهد بن نافل والداعمين وعلى رأسهم أحمد بن سلطان ومنتظرين الست يا أبو نايف. ما أدري بس لقاء المشرف كرة القدم الكابتن طارق كيال رجل اليوم متوتر واضح رجل متوتر أتمنى ألقى إجابة عندكم. كان طارق كيال متوتر؟ بالعكس في قمة ثبات وجبل. خلاص تهوكت. شكرا لك تواجد لك العافية. شكرا لك طارق النوفل. شكرا لك. ولكن أبو بدر في موضوع لجنة ترك الخليوي على الأقل اللجنة هذه شكلت بتوجيه رسمي أضف إلى ذلك أن المجموعة اللي معه كلهم مؤرخين ومن أكثر من نادي إذا كان تتكلم عن الميول. ثالثا لا يمكن أن يكون بطل دوري في سنة واحدة أكثر من بطل إطلاقاً. صحيح. عشان كذا نقول لك بدأ الدوري 1977. شكراً لك محمد الشيخ. شكراً مبدر. شكراً للزملاء. بكرة موعد آخر. بكرة يوم مولع. نذكركم سريع بس المباريات بكرة 8 مباريات في نفس التوقيت. أبها مع الأهلي والفيحاء مع العدالة الاتحاد مع النصر الاتفاق مع ضمك الرائد مع الفيصلي الشباب مع الحزم الفتح مع التعاون هذه كلها بكرة إن شاء الله الفيحاء مع العدالة والوحدة مع الهلال بكرة 8 مباريات الله يعينكم يبيننا 8 عيون تصبحوا على خير